الآن أتواجد في أحد مخيمات النازحين في مدينة رفح. تتساقط الأمطار والصورة هنا أبلغ من أي كلام. في هذا المكان سكان كانوا يشعلون النار من أجل أن يقوموا بتجهيز طعامهم وشرابهم، لكن المطر أطفأ هذه النيران، وفي الوقت نفسه مياه الأمطار تغمر هذه الخيام. الآن نشاهد النازحين يهرعون إلى داخل الخيام، لكنها يعني لن تأويهم أو لن تحميهم من دخول هذه الأمطار. تشاهدون معي كيف في هذه اللحظات تطفئ مياه الأمطار هذه النار التي ربما استمرت أو استغرق وقتا طويلا من أجل إشعالها. هذا المواطن، يعطيك العافية يا حاج. علينا الله حيك. شو كنت بتعمل والآن المطر أفسد كل شيء؟ بجهز الغداء إن شاء الله، بس خلص أنت شايف الوضع كيف، مطر نزل غير الخريطة كلها. الحمد لله كلها. أنت من وين نازح؟ من خزاعة. كم يوم صار لك هان تقريبا؟ تقريبا الآن شهر كامل. ومع سقوط المطر الآن كيف الوضع الآن؟ والله ربنا العالم، أنا شايف الخيام لا بتسد ولا بتسوي ولا بتسوي حاجة، ما حتى لو تدخل جوا بتلاقي الأمطار الحين داخلة جوا في الخيام. لكن الحمد لله كل حال، نحمد الله ونشكر. الحمد لله. إذا الآن أيضا نشاهد كيف يحاول النازحين إغلاق خيامهم بالنايلون التي لن تحميهم بالمطلق. تشاهدون معي الآن هذه الصورة، الكل دخل إلى داخل الخيام الخاصة بهم. هذه الصورة والمشهد الذي اعتاد السكان ألا يروه بالمطلق، لأننا نتحدث عن الآن غرق لي الملابس وغرق لي الأغطية وغرق لي الفراش. يعطيك العافية يا حاج. الغرف غرقوا، الخيم غرقوا، كله غرقنا. هذه مش حياة، هذه ولا عيشة. هذه انت من وين نازح؟ من خانونس. طب شو الآن مية المطر بدأت تدخل؟ دخلت في الخيم هذه، صور هذو كله، هاي الفراش كله مية، الفراش مية. ندخل الخيمة، سندخل الخيمة لنشاهد كيف تدخل مياه الأمطار. وين مية وين المية يا جماعة؟ الفرشة منشورة برا. طيب شو كنتوا بتعملوا، شو كنتوا بتجهزوا هان انتوا الآن؟ يعني هذه هي الخيام، الخيام محترقة، الخيام لا تصلح لأي شيء بالمطلق. ها هؤلاء الأطفال تشاهدون كيف هي ملابسهم، غياراتهم وكل شيء يتواجد هنا. هذه المعاناة التي ما زلنا يعني نعتادها. وهنا طفل صغير يحمل مظلة. كيف حالك؟ الحمد لله. شو بتعمل؟ بشتري فطير. وين بيتكم؟ هاي هذه خيمتكم ولا بيتكم؟ خيمتنا. شو بتتمنى؟ نرجع عدورنا. وين بيتكم انتو؟ خان يونس. اذا هذه امنية الطفل، وهذه هي النيران التي اشعلوها من اجل ان يقوموا باعداد الخبز عليها، لكنها انطفأت مع مياه الامطار، وباتت الظروف صعبة جدا هنا في هذا المكان. نشاهد هنا كيف تحولت هذه الخيام الى وبال وجحيم لهؤلاء النازحين في هذا المكان وفي هذا المخيم. تشاهدون مياه الأمطار. كيف حالك يا عمو؟ الحمد لله. ليش داخل جوا الخيمة؟ عشان المطر. طب دخلت عليكم المية جوا؟ لا الحمد لله. انت من وين نازح؟ من خان يونس. اذا الأغلبية العظمى من النازحين في هذا المخيم هم من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي تتعرض لأعنف الغارات الإسرائيلية، وقام جيش الاحتلال بإلقاء منشورات عليهم تطالبهم بإخلاء منازلهم، ويعيشون الآن ظروفا صعبة وقاسية.